مساء الخير. أكيد نتواجد دائما هنا في العاصمة القطرية الدوحة، فعالية المونديال متواصلة ورحلة الفريق الوطني تتواصل أيضا في دروب كأس العالم على بعد ما يقارب 48 ساعة وما يقل عن ذلك عن المباراة التاريخية أمام منتخب كرواتيا، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. الفريق الوطني سيلعب من أجل صعود إلى بوديوم، أهم منافسة كروية في العالم. نعلم جيدا حجم الضغوطات التي ترافق هذه المباراة وتعرض عدد كبير من لاعبي الفريق الوطني للإصابة في المباراة الأخيرة. الطاقم الفني والطاقم الطبي يعملون جيدا من أجل تحضير أكبر عدد من اللاعبين للمباراة المقبلة أمام منتخب كرواتيا. مكتسب كبير اليوم يتعلق الأمر يا سادة ببلوغ الدور النصف النهائي من كأس العالم. اللاعبون اليوم منحت لهم فرصة للابتعاد عن ضغط المونديال وسيعودون للتدريب يوم غد في الحصة التي تسبق المباراة الحاسمة أمام منتخب كرواتيا من أجل الفوز والظفر بالمركز الثالث في كأس العالم فيفا قطر 2022. هلا 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 مغاربة أسبوع ورجالة وغير ديروا النية انصرنا ربي تعالى كاي بدات مكسيكو قدم مغرب تورخناها في قطر قدم مغرب. نعم عادل، نعود إليك. الأجواء كما ترى الجماهير المغربية التي صنعت وستصنع الحدث والتي سيدونها التاريخ بفخر كبير. الجماهير المغربية التي كانت خير سند للفريق الوطني في هذه المغامرة، شيء رائع ما تابعناه في مباراة الفريق الوطني، وأكيد أن الجماهير ستؤكد حضورها أيضا في المباراة المقبلة، المباراة الحاسمة أمام منتخب كرواتيا. الجماهير المغربية تنتظر فقط منها من يتوفر على تذاكر المباراة ومنها ما لا يتوفر على تذاكر المباراة أمام كرواتيا، وبالتالي ستتضح الأمور خلال الساعات المقبلة لكي يتمكن أكبر عدد من المناصرين من حضور هذه المباراة، لأنهم لديهم رغبة كبيرة لمتابعة مباراة الفريق الوطني أمام منتخب كرواتيا. سنأخذ انطباعات بعض الجماهير الحاضرة معي، ومنها من ينتمي لعالم التسيير، سي خالد العماري الكاتب عام لنادي اولمبيك ريبكا. في توب المشجع تضع رداء المسير لكي تشجع الفريق الوطني، شجعته في المباراه السابقه وستكون سندا له ايضا في المباراه المقبله امام كرواتيا. شكرا شكرا سي سفيان، انا سعيد بالتواجد مع الطاقم الطيب لقناه الرياضيه. صحيح الملحمه تستمر، المنتخب المغربي لا زال يخلق الحدث، قدر الله ما شاء فعل لن نصل الى النهائي، لكن ان شاء الله البوديوم الحلم ديالنا هو نحصلوا على المرتبه الثالثه وتكون نسجلوها بمداد من الفخر. وكنتمنى من الجماهير المغربيه توصل الدعم ديالها للفريق الوطني كيفما كانت النتيجه، وان شاء الله الرحمن الرحيم المنتخب المغربي حقق انجاز غير مسبوق، ما كناش كنحلموا نوصلوا لهذه النتيجه، وبالتالي لا يسعنا الا التصفيق بحراره للعناصر الوطنيه وجميع مكونات محيط المنتخب المغربي من جامعه، من مسيرين، من اعلام، ومن جماهير وفيه. اكيد دعم كبير للفريق الوطني في المباراه المقبله امام منتخب كرواتيا، دعم كبير للوليد وللمجموعه ككل. اكيد ان الجماهير سنحاول اخذ اكبر عدد من التصريحات. تعيشون اجواء استثنائيه، اجواء المونديال، مباراه مهمه جدا، مباراه للتاريخ، للفوز بالمركز الثالث في المونديال امام منتخب كرواتيا. اي نعم، كل الشكر اولا، كل الشكر للمنتخب الوطني، كل فعاليات الجامعه، الانجاز الكبير جدا اللي حققناه الحمد لله في قطر 2022، وهو قبل ما يكون انجاز هو انصاف للكره المغربيه. كنا سباقين في 1986 ونحن سباقون الان في 2022، وكذلك سنكون سباقون للمرتبه الثالثه باذن الله، لان كلنا ثقه وثقه في ذوك الرجال، لانهم رجال ورجال واولاد رجال، والجمهور ما تسول عليه، الجمهور ديما كاين وغيبقى ديما كاين وديما ديما مغرب. شوفوا زيد الشباب، زيد مرحبا. اكيد انك تترقب انت ايضا مباراه المغرب وكرواتيا، كيفاش تابعتي مباراه يوم امس؟ والاكيد انه حجم الانتظارات يكبر في المباراه المقبله امام المنتخب الكرواتي. شوف، هذا الشيء اللي وصل ليه المغرب في البطوله هذه شرفنا 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 بزاف، وثقنا فيهم، حضرت الماتشات كاملين. نعم. وان شاء الله ان شاء الله كنطلب من عند الله ان شاء الله انا غن نحتلوا المركز الثالث ان شاء الله،
وحتى لما احتريناش المركز الثالث راه شرفوا العرب، شرفوا افريقيا، شرفوا المسلمين وكاع الدول كامله تعاطفات مع المغرب. صاحبك يقول لي راه جاي من الامريكان، جاي من الامريكان. جيت من لوس انجلوس. اهلا اهلا بنات لوس انجلوس. انا والصديق ديالي، زيد اسيدي. اكيد انه لا اليوم شهاده ميلاد منتخب في قطر وسيؤكد قدراته وامكانياته ايضا في مونديال الولايات المتحده الامريكيه والمكسيك وكندا. هذا اللي تنتمناه ان شاء الله. احنا فرحانين بزاف بهذا الانجاز ديال المغاربه اللي فرحوا ليس فقط المغاربه الافارقه والعرب وكل دول الجنوب وكل دول الجنوب. تنشكروا السلطات القطريه، تنشكروا اذاعه التلفزيون المغربيه اصناتي على هذا المجهود الكبير اللي قدموه. تنشكروا اي واحد ساهم من بعيد او من قريب، باستثناء المشكل ديال التذاكر اللي كان حصلنا هذه قبل يومين. هذا لو موضوع ثاني، موضوع تجاوز هذا المعطى في المباراه المقبله لتمكين اكبر عدد من المناصرين. مشوا ليسر سمعكم انس حضر في مباراه يوم امس، مباراه اليوم ايضا، كيف تنتظر وما الذي تنتظره من اسود الاطلس في المباراه المقبله؟ الحمد لله، اول حاجه احنا شرفنا كره القدم المغربيه، رفعنا الرايه الوطنيه في اكبر محفل عالمي، شرفنا العرب، شرفنا افريقيا. الحمد لله، الف شكر للطاقم التقني، الف شكر للسيوري الدركراكي واللاعبين والجامعه الملكيه لكره القدم ووزاره الشباب والرياضه. وان شاء الله كنتمناو ونهزموا المنتخب الكرواتي ونحتلوا ان شاء الله المرتبه الثالثه. وعاش المغرب والله الوطن الملك. اكيد نحاول اخذ تصريحات اخرين. هذا الشاب هذا امين، اكيد انك تابعتي بانفعال كبير مباراه يوم امس وكنت سعيد مردود الفريق الوطني، واكيد انه الطموح يكبر امام كرواتيا. بالنسبه ليوم امس صراحه خرجنا من الملعب وحنا فرحانين، خرجنا فرحانين بالانجاز اللي دار المنتخب الوطني. بالنسبه لنا حنايا فاحنا راجعين بكاس العالم، احنا فرحانين بهذا الجيل اللي طلع لنا في المنتخب بقياده وليد الركراكي اللي بين على لو ليدرشيب وبين على لا موتيفاسيون اللي خصها تكون عند جميع المسؤولين المغاربه. داك الشيء اللي ناقصنا حنايا كفريق وطني لقينا في السي وليد الركراكي، وكنتمناو ان شاء الله نحصلوا على المركز الثالث في المباراه المقبله. اكيد طموح مشروع للكل لمسانده الفريق الوطني. نزيدوا ما كرهش على انني ناخذ كل شيء في هذه الجلسه الممتعه في الدوحه، اكيد انه الطموح ديالكم كبير قبل المباراه. والله خويا سفيان احنا كلنا امل، وبكل صراحه احنا خمس ايام وحنا هنايا جينا من ايطاليا قطعنا البي ديال نصف النهائي والفينال. المنتخب ما خيبكمش. ما خيبنا الصراحه، البارح احنا كنا احسن منهم، ولكن كون كان نايف اكرد كنا ربما ما غاديش يدخل علينا ذاك البيت الاول اللي هو شويه خربق الاوراق ديال الدراري، ولكن ماشي مشكل. هذه ماشي نهايه ديال العالم، البدايه ومازال خير في المستقبل ان شاء الله باذن الله. سمعكم. عليكم السلام. لاباس؟ هلا. انت مغربيه؟ لا سعوديه. الله تتزين بالعلم المغربي هنا في الدوحه القطريه، كيفاش تبعتي مسار الفريق الوطني المغربي في المونديال؟ والله ما شاء الله عليكم المنتخب، يعني رفعت راسنا، رفعت راس العرب والمسلمين، وما قصرت والله. ما قصرنا وحتى انتم ما قصرتوا بالدعم ديالكم. اكيد ستساندين الفريق الوطني في المباراه المقبله امام منتخب كرواتيا. اكيد المغرب ان شاء الله، ان شاء الله فوزكم مركز ثالث. الله يوفقكم يا رب. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. اكيد تفاعل جميل من طرف الجماهير المغربيه والعربيه هنا في الدوحه. نعود اليكم في البلاتو.